He passed it. Keep going inside. Keep going inside. Okay. Keep attacking the basket. They have four. Look at everybody. They have four fouls. Shabab. They're not going to challenge. لايكم وقولوا لي ما برد علي مش عم يعذبني ابدا. هاي دانك تبع اسماعيل ياسين بيطلع فيها من بعيد الاسيست. والله اسماعيل قلت لكم عم يلعب متكامل صار 10 روز 8 جونسون 5 المولي 3 و بشير 3. كمان بشوطه وفاول لصالح ياسين. ياسين بيفوت بيعمل بينزل بيناتهم وبيطلع بياخد فاول اسماعيل ياسين. كارسسن بيعطي ياسين لجونسون 85-80 لريان قطر على الاتحاد السعودي باخر 6 دقائق 15 ثانيه لنهايه المباراه النهائيه من نسكافيه اي بي سي تشامبيونز كاب. جونسون بيعطي ياسين. ياسين بيعمل موف بيكمل اسيست ذكي كتير. حلوة 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 اللعبة من ياسين. بفوت بيعطي اسيست صار 11 اسيست لياسين. شو ذكي هاللاعب ودانك من كارسلسن. رود الفاول على زيدان ورود رح يكون عنده رميتين على الفري ثرو. 87-80 بيرجع فريق ريان قطر بيطلع بالفرق 7 نقط على الاتحاد السعودي. عدة مرات صار فريق السعودي يلي كان متأخر قبل رجع قدر بالكوارتر الثالث يخلصوا متقدم بنقطة واحدة. ريان قطر رجع فايت بجو المباراة بآخر كوارتر من المباراة 87-81. رود بيسجل الثاني كمان 87-82. خمس نقط فرق لريان قطر برابع كوارتر المباراة النهائية. طبي مع ريان كارسلسن. زيدان بيبرمها بتنقطع من جوهني. برافو جوهني حلوة دفاع كتير منيح من الجوهني. علي المغربي لرود. المغربي بشوطه على 3 بوينت فبيسجل ريباوند لزيدان. بيعطي ابو بكر محمد. جونسون بهديه. اوه اسيس ذكي كثير لياسين يلي افضل لاعب بالمباراه. ياسين عم بيكون هو جونسون ووكينج على المغربي. ووكينج على المغربي تايم اوت 89-82. 7 نقط ل ريان قطر قبل 5 دقائق 6 ثواني من نهاية المباراة. اسيست ريان 28 اسيست لك عامل منه 11 اسيست. ياسين اللي عم تشوفوه قدامكم مدرب كريستوفر ادم مدرب فريق ريان قطر. هيدا تيرن اوفرز كثير هادي رايق منه عمره مش كبير بس عنده خبره كبيره رواق بيعرف يهدي لعيبته يشتغل باسكت المضبوط. كارسلسن بشوطه مش 3 بوينت نقطتين ريباوند لرود بكمل فيها اول ذا واي. رودز ذكي كثير منه باسكت جوا محسوبه لرودز اول ذا واي بخدم من مالت الشمال يلي بحبها عن جهه تشوفه هي مالت الشمال وهو بيلعب بايد شمال بيسجل فاول محسوبه
لا رودز ولا الاتحاد السعودي بينزل فرق. فريق الاتحاد السعودي مع رودز واللاعبين السعوديين اكيد مع واندريوس ما بيستسلموا ابدا، بينزل فرق 4 نقاط. مش معقول مباراه حامية حساسة على اعصاب، مش معروف مين رح يربح لان بعد في 4 دقائق و37 ثانية، يعني كثير بلعبة الباسكت. ياسين يعطي محمد يوسف، جونسون جوهاني عم يعمل ديفنس كثير منيح على جونسون، جونسون بيكملها على سالي، فاول خطا على جونسون لصالح الاتحاد السعودي. وكريستوفر ادم مدرب فريق قطر بيضل يحمسهم ويشجعهم ويقول لهم باك ورجعوا، ما بيلومهم يعني، بيلوم التايم اوت لازم يعملوا، بس صاروا يعرفوا هن شو بده المدرب. رود بيخدع على 3 بوينت. رودز اول ذا واي، اول ذا رودز، كل الطرقات اول ذا رودز ليد تو ذا باسكت مع رودز. 27 نقطة له و 3 بوينت بوقتها. شو هاللعب الحلو من رودز، بفوت مظبوط الاتحاد بجو المباراة. الاتحاد السعودي ريباوند لمين؟ لقطر، لياسين 89-82. فاول خطا على علي المغربي، طابي بالاوت مع كارستنسن، كانوا ارتاحوا شوي ريان قطر، رجع السعوديه ما استسلم، نرجع لجو المباراه. فاول لصالح جونسون، خطا على رود، هيدا الفاول، حكم بيحسب خطا على رود. جونسون رح يكون عنده رميتين، بتصور شوطه كثير منيح. 34 نقطة، 4 ريباوند، 6 اسيست، شو بدكم مباراة أحسن من هيك؟ جونسون ما بيحط، ما بيستفيد أول فري ثرو. واحدة من اثنين لجونسون، شوطة فرق، نقطتين فرق لريان قطر قبل 6 دقايق و33 ثانية من نهاية المباراة. رود كارستنسن بيعمل فيك رود، بيعطيها للينبعاوي، الينبعاوي اسيست كثير مرفع من علي المغربي، بيطلب الحكم ليطلب جول تاندينج، ما بيحسبها شيء الحكم. ياسين، يو ياسين طاير بالعالي، ياسين شوفوا شو حلو، شوفوا شو حلو، شوفوا قد ايه بيعلى. اوه دانك من ياسين ترفع الفرق لاربع نقط. ذا مان اوف ذا جيم، رجل المباراة بكل شيء، اسماعيل ياسين لواحد يحمل مباراة نهائية بهالشكل كثير قوي. المولد بفوت محل ينبعاوي، اندريوس عنده رميتين على الفري ثرو، فرصة انه ينزل فرق لنقطتين، 3 دقائق على الأد لنهاية المباراة النهائية. يعني يا قوية من اندريوس يا خفيفة، ما في حل وسط. رميتين رح تكون له على الفري ثرو، لو حاطت الفري ثروز كانوا معدلين هلا. اندريوس وحده من اثنين، 92-89، 3 دقائق لنهايه المباراه، 3 نقط فرق لريان قطر. ريان قطر وفي خطر اذا بيحطوا السله. اوه هيدي غلطه كثير كبيره لصالح، بتروح لصالح الاتحاد السعودي. روت عم بيسكر له كثير منيح كارستنسن، بيعطي تحت السله لاندريوس، بلوك شوت كثير مهم من رودز، بيخدع على 3 بوينت. شو هاللاعب رودز، شو هاللاعب، دخلته قوي كثير، بيعدل النتيجه 92-92 92-92. جونسون بيخدع 3 بوينت ما بيسجل، كارستنسن بيرجع بيجيب ريباوند، فاول خطا لصالح ياسين. رح نشوف كم فاول صار على رودز، 4 فاول على رودز، شوطين على فري ثرو لياسين، دقيقتين و12 ثانية لنهاية المباراة النهائية من نسكافيه تشامبيونز كاب. ياسين شوفوا من المباراة لعبها، ما بحط أول وحدة، 92
اول. شو هالمباراة النهائية هاي؟ واحدة من اثنين لياسين، 93-98. مولد بيعطي رود اب سكرين، بيعمل له اندريوس، بسكر عليه كارستنسن، رودز بيخدها بعيدة على 3 بوينت قصيرة، ريباوند لجونسون، ريان قطر بينطلق فيها، بعيدة كانت الشوطة من رودز. كارستنسن بيعطي يوسف، محمد بيخدها، ريباوند لرودز، كمان متسرعة من محمد يوسف. باص المغربي بيردها لرودز، مقطوعة، ما بيلحقها كارستنسن، أكيد عم تنحسب زون. ترجع لرودز، دقيقة و 28 ثانية، السكور قدامكم، ريان قطر نقطة، المباراة النهائية حامية كثير. 24 ثانية، بيخلص الوقت، بتروح طابة لريان قطر. مباراة حلوة كثير للفريقين، ما حدا بيعرف قبل دقيقة و 17 ثانية أو بيقدر يتكهن أو بيقدر يحذر مين رح يفوز ببطولة الأندية الآسيوية. 12 بدبي عم بتصير، كارستنسن بيجروا لرودز، بتطلع طابب الاوت، شوي مبين خايف كارستنسن، ما عم ياخد لعبه. رودز اباضاي ديفنس من الفريق السعودي، 13 بيطلع يوسف، محمد جونسون بشوط، رجع بجيب الريباوند جونسون، فاول، ذكي كثير جونسون، مش معقول اخذ كل المباراة وهو عم يجرب ياخذها، يحملها على كتافه باخر دقيقة، بعد في دقيقة لنهاية المباراة. فاول جونسون، عنده رميتين على الفري ثرو، إذا بحط اثنين بيطلع الفرق لثلاث نقط، بتكون مباراة نهائية. ياه جونسون بسجل اول فري ثرو، واحدة من اثنين لجونسون، ترجع طابق، اوه غلطة كبيرة كبيرة من فريق الاتحاد السعودية يلي ما بيستفيد. ووكينج، ووكينج صحيحة، ووكينج لان حرك اجريه قبل، غلطوا الفريقين برأيي، فريق الاتحاد السعودي ما عمل البوكس اوت منيح، ريان قطر استعجل فيها ليشوط دغري. تايم اوت، ومت جدا وان فور يو اند اندي، اوكي علي، علي هي اندي، هي اندي، اندي يو ار ذا لاست سكرين، وصل لما يو ار ذا لاست سكرين، علي فيرست سكرين فور جاني، اوكي جاني از جون، نادر از جدا وان، اوكي عادل، مو بسرعه، هذا بيسوي لك دناي، حط بالك اذا يسوي لك دناي لا تصير جو دربل تيك جيب الثاني، جاني اند اندي ذي ويل بلاي ذيس ستايل ايسوليشن، اوكي تناوت بيخلص جونسون 36 نقطة، رودز 31، مش معقول هاللعيبة، مش معقول. 23 لاسماعيل ياسين، كمان مباراة كثير مهمة لإله، المولد 15، طابع فريق الاتحاد السعودي، فريقين ما استفادوا منها، بس بترجع للاتحاد السعودي، المولد، المولد كله بيفتش على رودز، رودز بيخدها وبيعطي اندريوس، اندريوس بيكمل، ذكي كثير يا رودز، فيري سمارت بلاي، ذكي اللعب من رودز، بيطلع لشوط على 3 بوينتس، بيعطيه باس، ذكي كثير رودز للاتحاد السعودي، بيعدي النتيجه، الوقت قدامكم 94-94، ذا بيست جيم ممكن تشوفوها هيدي اللي عم تحضروها هلا، الكل ناطرينها. زيدان بيخدها على 3 بوينتس، ريباوند لمين؟ للاتحاد السعودي، رودز عم ياخذ المباراة على كتافه، مين رح يربح؟ السعودية معه البوسيشن تبع البول، رح يكون في اوفر تايم ولا رح يشوط رودز؟ بيردها للجهني للمولد 3 بوينتس، ما بيحط، اوه
لا اعصاب فيه، لا اجراء فيه، شو صاير فينا بهالمباراة؟ بس مباراة حلوة كتير. هيدا المستوى الباسكت بول يلي ناطرينه. لو حتى المولد اوه اخ 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 اخ، فريقين عم يلعبوا احلى المباراة، احلى مستوى عن جد. يعني مبروك للفريقين، ما بعرف شو بدي اقول. ريان قطر the best of the best، اتحاد السعودية مش معقول كمان عمل كامباك، رجع للمباراة. الاتحاد السعودي مرة بنشوف ريان قطر رح يربح، مرة بنشوف الاتحاد السعودي رح يربح، مش معروف. بعرف انه قمة الباسكتبول لأجي باسكتبول اي بي سي تشامبيونز كاب 12. خليكم معنا لان في اوفر تايم، اوفر والله تعب، اوفر صار. خليكم معنا. ريباوند ريان 30 اتحاد 33، كثير كثير قراب لبعض بكل شيء، قراب حتى بالاسيست. يعني تشوفوا النتيجه 94 94، راح يكون في الاسيست 30 18. ريان افضل، بس في اشياء اكيد الاتحاد السعودي مستفيد فيها بغير محلات غير الاسيست او التمريرات الحاسمه. خمس دقائق اوفر تايم، خمس دقائق من التاريخ لريان قطر وللاتحاد السعوديه. اذا واحد منهم راح يربح بطولة الاندية الاسيوية. تيرن اوفرز 15 ب13 مقبولة للفريقين. ما بنعرف اذا بقدر اقول لكم، كنت عم اقول لكم اخر دقيقة من المباراة، ما كانت اخر دقيقة. ما بعرف اذا في اقول لكم هيدي اخر خمس دقائق من المباراة، ممكن يرجع يشوفكم في اوفر تايم. هاي بتكملوا بلانا، شو انا لشو انا؟ انا يعني شو؟ انا كمان مبعود، احمل كمان بقى، بقى روس 31 بعد بده وحده بيعمل تريبل دبل، تسعه لهلا بده وحده اسس بيعمل تريبل دبل. كارستنسن جونسون جوهاني اجريسيف، جوهاني كثير جوهاني اللاعب السعودي، شوفوا الديفنس عم بيعملوا على جونسون. وريان قطر تبرم طابته على الاخر بلعب كثير حلو. ياسين اير بول جامب بول، الحكم بيعمل جامبول. الحكم بيحسبها بتوين بين اللاعبين جامبول. اندريوس بيجيب، علي بيجيبها للطابه مع روت. روز بيكمل، بيعطي باس ذكي كثير لجوهاني على الثري بوينت، ما بيسجل. ريباوند لياسين، بيعطي رقم خمسه رسلان كارستنسن، ما بيشوطها كارستنسن لحاله، بيكون زيدان. ريباوند للاتحاد السعودي، لا لكارستنسن ذكيه وحلوه. كارستنسن ما اخذها ثري بوينت، اخذها على تو بوينت تحت السله. ريان قطر 96 94 الاتحاد السعودي بالاربع دقائق الباقي من الاوفر تايم. اندريوس بيكمل بيسجل، اندريوس بيعدي النتيجه 96 96. رسلان يعطي ياسين للو بوست تحت، عم يسكر اندريوس على زيدان، بيخدها بيبرم مقطوعة من المولد، حلو كتير مولد، بجرب يكمل المولد اول ذا واي على سلة قصيرة. غلطة انا بقول من المولد، اول شيء الغلطة من المولد راح فيها بطيء كتير، ثاني شيء ما طلع ليعطي اسيست مين معه، ثالث شيء شاطها على البورد بانجل او بزاوية كتير صعبة. تريبل دبل للرود، اف 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 31 نقطة 10 ريباوند 10 اسيست، وبيستاهل يكون في الام في بي تبع الايجين كاب يلي عم تلعب. مغربي باس منه كان منيح ابدا، روت
رودز عم يسكر له كاسسن بدفاع كثير منيح. رودز بجرب يعطي باس لاندريوز حلو كثير ذكي كثير اندريوز. يعني شو بدي اقول لك رودز؟ شو بدي خبرك؟ ايه مش معقول هالرودز ياخذ لعيبه لبرا بيسحبهم لثري بوينتس بيعطي اسيست باونس باس يعني بالارض لاندريوز. اندريوز بياخذ فاول ما بعرف شو رح يعمل على الفري ثروز لان قبل ما كان شايط منيح. طبعا يعني في اشياء ما فيها نحكي فيها. طبعا فايسيناوسكاس كمان مباراة مهمة لإله لأفضل بالنقط إله قبل ما كان عم يحط نقط هالقد. اليوم شارك مظبوط لنشوف شو رح يعمل الفري ثرو. لو حاطت الفري ثرو كان فريق الاتحاد السعودي مرتاح كثير وكان عبد الحميد ابراهيم مرتاح أكثر من هيك منزل إيديه مش شايفينه هيك. ثاني وحدة ما مسجلها مش معقول عاطل كثير أندريوس بالبرسنتج تبع الفري ثروز كثير كثير يعني 96-96 ثلاث دقايق. أشوف الفاول على مين. الخطأ على الجهني فاول على النمبر 6 جهني لاعب سعودي الاتحاد السعودي والمنتخب السعودي. رقم 6 ما بعرف ليش عم يكون في دبل شوت يمكن كان شاطه بالاخر. نشوف الحكم شو رح يحسبها. دبل شوت على الفري ثرو لكارسنسن يعني فرصة رجع يعلي نقطتين برسنتج منيحة حسب المباريات قبل والمباراة اليوم. كارسنسن شوطه منيحة على فري ثرو أول وحدة بحطها. اثنين من اثنين لكارسنسن بأعصاب قوية كثير قبل ثلاث دقايق من نهاية الأوفر تايم والمباراة. هيدا الأوفر تايم بذكركم عم تتابعوا هلا مروحين عليكم كثير بتكونوا لأن هيدي البطولة الآسيوية الـ ABC Champions Cup نسكافيه 12 مباراة النهائية بين السعودية وقطر والقطر متقدم بنقطتين. ثلاث نقط للمولد شو حلوة من المولد مش معقول شو حلوة 99-98 نقطة وحدة للاتحاد السعودي. المباراة صارت بارمي ما بعرف كم مرة ما بعرف شوت بحاول رسلان بفوت على داخل السلة لكارسنسن ذكي كثير الريباوند للجهني الطابي بالاوت مع الاتحاد السعودية يلي متقدم بنقطة واحدة قبل دقيقتين و15 ثانية من نهاية المباراة النهائية. 99 اتحاد سعودي 98 ريان قطر. جهني علي المغربي عم يسكر عليه ياسين بيعطي المولد يلي حط 3 بوينتس غالي كثير غالي كثير. رودز بشوط المغربي على 3 بوينتس ما بيسجل ريباوند لكارسنسن. لاحظين فريقين ما بيقدروا يرتاحوا يعني ياخذوا 3 بوينتس هيك يطلعوا اربع نقط ابدا نقطه بنقطه بدهم يعذبوني. شو بدهم يعملوا ياسين يعطي رسلان كارسنسن لحاله على 3 بوينتس ديفنس مش منيحه من السعوديه. كارسنسن الاتحاد السعودي ما عمل ديفنس ودفع حقه غالي. كارسنسن بشوط 191 شوطة نقطتين فرق لا ريان قطر. رود بيكمل رود بيعطي المغربي ذكي كتير يا رود ذكي كتير تو ماتش هالقد تو ماتش. طيب الاوت على الاتحاد السعودي دقيقتين و15 ثانية نقطة شوطة نقطتين فرق لريان قطر. جهني بيعطي اندريوس اندريوس بيكمل على السلة حلوة من جهني ذكي كتير من الاسيست من جهني 101-101 بيشي واحد منكم بعد قدر يهدي ما في اكيد دقيقة لنهاية الاوفر تايم. Guess who will be the champion. جونسون ريباوند لمين عم يقتلوا حاله اللاعبين الشامبول بتصور رح تكون بين جونسون والمولد 9-9 اثنيناتهم نمبر 9 مش جامبول ابدا فتح عيونك توني مش جامبول. طابي مع الاتحاد السعودي بيحسبها اوت على قطر لصالح السعوديه. طابي مع الجهني
50 ثانية لنهاية الأوفر تايم والمباراة. ما بعرف إذا رح يكون في أوفر تايم تاني. نو ايديا. رود يعمل له أب سكرين أندريوس. رود بهديها بأعصاب كثير قوية وخبرة كبيرة. داير كل المباراة للمغربي. المغربي بيعمل شهني. الطابي بالاوت. تايم اوت في 4 ثواني من ال 24 سكند. ال 24 ثانية الباقي منا مري 20 بعد في 4 ثواني. شوفوا قدام على الشاشة شفتوها لفريق السعودية ما عاد عندهم كثير بده يلعبوها بسرعة. تايم اوت. الريباوند الاتحاد 36 سعودية 34 ريان قطر. كل تقريبا ستاتستكس بالريباوند بالاسيست. لا بالاسيست بريان قطر افضل بمنيح. شوفوا الاسيست 31 21. غير شيء تيرن اوفر قراب يعني بغير شيء معوض فريق السعودية وباشياء فريق ريان قطر هو عم بيكون افضل. بس اثنيناتهم تعادل بسكور بالنتيجة. السكور هو رح يقرر مين ربحان لبطولة الاندية الاسيوية اللي عم نقلكم اياها مباشرة من دبي نسكافيه تشامبيونز كاب على ال بي سي الارضية. اكيد عم تشوفوها ببيروت بلبنان. عم تشوفوها على ال بي سي الفضائية اللبنانية على محطة واو قناة ابو ظبي الرياضية. التيرن اوفر كنتوا شفتوهم. الجهني 4 المولد على 3 بوينت ما بحب يكمل. اندريوس ترجع للسعودية. الجهني كثير بسرعة شاطة غلطة من الجهني يمكن. شوفوا قديش عم بغلطوا فريق السعودية لان عفوا فريق قطر. ما قدر يجيب ريباوند باخر المباراة ريان قطر ما قدر يسيطر. استفاد من هالغلط السعودية. ما بعرف اذا بعد في اوفر تايم. ما بعرف اذا بعد في اوفر تايم. 3-2-1 فور ذا ماني. سلاشات والسعودية بطل اسيا. السعودية هو بطل اسيا. اوه شي ما بيتصدق. شي ما بيتصدق. This is unbelievable. شي من الخيال. شي منه من الواقع. بس واقع. واقع وين؟ بالسعودية. واقع بالسعودية. الكاس واقع بالسعودية مع الاتحاد السعودي. وروتس هو بطل المباراة. بطل البطولة. روتس هو الـ MVP. والشباب فريق السعودي بمنظر مؤثر كتير. مبروك مبروك مبروك. فخر للمملكة العربية السعودية. فريق الاتحاد السعودي لأول مرة بيحمل كأس أندية آسيا الأندية الأبطال. ودموع إبراهيم عبد الحميد إبراهيم وزعل للهيد كوتش كريستوفر أدم. هارد لك لريان قطر يلي بيستاهل كان يكون بطل. هو بطل ريان بس البطل الكاس بآخر شوطة بحطها أندريوس. حلو كتير. أبطال من آسيا فريق الاتحاد السعودي بآخر لقطة من المباراة. رود شوفوا المولد شو ذكي. شوفوا المولد شو ذكي. المولد يلي بيربح المباراة وأندريوس بيكملها. بس اللي بيخلق اللعبة هو المولد. هو اللي بيعطي العز لفريق الاتحاد السعودية. مبروك للمملكة العربية السعودية زينة كرة السلة العربية والآسيوية. فريق الاتحاد السعودي زينة كرة السلة بشكل خاص. زينة كرة السلة الرياضة بشكل عام يلي بيقوم فيه فريق والمدرب. عن جد دموع فرح بيستاهلها فريق الاتحاد السعودي. المركز الأول والميدالية الذهبية بتروح لأبطال من السعودية مع رودز يلي فضل كتير كبير ولاعبين سعوديين. وكمان هذا الفاينل سكور. أبطال من السعودية شفتوا أسماءهم. عطيوا الذهب للمملكة العربية السعودية لمباراة مهمة كتير. مباراة نهائية تحت أنظار أكيد الحضور
وصاحب السمو الملكي الامير طلال بن بدر بن سعود بيقول لك الف مبروك رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة ولهالفوز كبير اكيد الضحكة فرحته كثير كبيرة ما لها حدود لان على كل الدول العربية حدودها وبكل اسيا السعودية اليوم هو بطل الاندية الاسيوية بجدارة. هيدي المباراة النهائية 12 الاي بي سي تشامبيونز كاب يلي عم تتابعوها على الشاشة اللي بتحبوها الال بي سي الارضية الال بي سي الفضائية اللبنانية وقناة ابو ظبي الرياضية اللي هلا مشاركين معنا كمان على قناة ابو ظبي الرياضية بهالاحتفال الكبير مع الفريق السعودي. المملكة العربية السعودية اليوم ما راح يناموا باحتفال وعز جديد بينضاف على تاريخ المملكة العربية السعودية تاريخ بالرياضة اللي عم تعرفوا كرة القدم كبير كثير كرة السلة والرياضة بشكل عام. عم تشوفوا على الشاشة قدامكم كمان صاحب السمو الملكي الامير طلال بن بدر بن سعود رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة مبروك وكل التليفونات اكيد والاتصالات ريان قطر ما حدا في يحسدهم اكيد على الاحساس. هارد لك لريان بيستاهل يكون بطل بنتيجه واحد منهم بده يكون بس بيستاهلوا اثنيناتهم يكونوا ابطال ويوصلوا على المباراه النهائيه. في شوف شيء بهالوقت ما بعرف سريع بودي يمكن اكيد بالنهاية رح نشوف هلا الفريق الابطال فريق الابطال الاتحاد السعودي ورؤساء الشركات الراعية لتكريم نجوم البطولة الاسيوية الثانية عشرة للاندية ابطال الدوري والتي استضافها نادي الاهلي الاماراتي وتختتم فعالياتها من خلال مراسم التتويج التي تقام. البداية مع الفريق الحائز على جائزة اللاعب النظيف وحصل على هذا اللقب فريق النادي الأهلي والجائزة مقدمة من بنك الشارقة ويتسلم الجائزة الأستاذ علي عتيج المشرف على السلة الأهلاوية. جائزة اللاعب المثالي كان من نصيب لاعب نادي الحكمة اللبناني اللاعب رقم 14 أسان أنداي. اللاعب أسان أنداي ويقدم الجائزة الدكتور سمير الشاعر مدير شركة ليفنت أند جلف أوف جائزة أفضل أو أحسن لاعب مدافع كان من نصيب لاعب النادي الأهلي المحترف غريغورين والجائزة مقدمة من دكتور درويش مدير طيران الشرق الأوسط في دبي. غريغورين لاعب النادي الأهلي. جائزة أحسن لاعب سادس وكانت من نصيب
اللاعب رقم 13 من فريق الريان القطري محمد يوسف. محمد يوسف لاعب فريق الريان القطري الحاصل على لقب جائزة أفضل لاعب سادس، ويتسلم الجائزة من مستر روجر هاجن من شركة سيسكو سيستم. جائزة أفضل لاعب متابع مقدمة من شركة ويسترن يونيون اللاعب رقم 4 أودي واشنطن من فريق أسباك الأندونيسي، يقدمها السيد محمد مطر مدير البطولة. جائزة أعلى سكور مقدمة من شركة أريكسون لفريق نادي الوحدة السوري، يقدمها السيد إيلي أوتاكي مدير التسويق بشركة أريكسون. جائزة أعلى سكور لفريق الوحدة السوري. جائزة هداف البطولة تتويج الفريق السوري بجائزة أعلى سكور في هذه البطولة، البطولة الآسيوية 12 لكرة السلة. جائزة هداف البطولة مقدمة من شركة سنيكرز للاعب أو من شركة سنيكرز للاعب رقم 8 أندر بيتس من فريق الوحدة السوري. أندر بيتس من الفريق السوري الحائز على جائزة هداف البطولة، ويقدمها السيد بوب أليسون. جائزة الرمية الثلاثية للاعب رقم 15 دارين بول هنري من فريق ويلينغ هونغ كونغ. دارين بول هنري من فريق ويلينغ من هونغ كونغ. الرمية الثلاثية جائزتها للاعب رقم 15 دارين بول هنري من فريق وينلينغ من هونغ كونغ، ويقدمها السيد بيير كاخيا المدير التنفيذي لشركة ABC الشرق الأوسط. أفضل مدرب مقدمة من شركة أديداس الفائز بها الكابتن القدير الكابتن عبد الحميد إبراهيم، يقدمها السيد عبد الرحمن نوكاري. مبروك للكابتن عبد الحميد إبراهيم. جائزة اللاعب المؤثر في الفريق للاعب رقم 13 دونتاس سلاليني النادي الأهلي. دونتاس سلاليني من النادي الأهلي، والجائزة مقدمة من شركة نسكافيه، تقدمها السيدة بولينا مديرة التسويق لشركة نسلي. جائزة أفضل لاعب في البطولة، أفضل لاعب في البطولة كان من نصيب رقم 7 جوني روتس من فريق الاتحاد السعودي. جوني روتس أفضل لاعب في البطولة الآسيوية 12 لكرة السلة،
وهو من فريق الاتحاد السعودي. شكرا لممثلي الشركات الراعية، وتبدأ الآن مراسم تتويج الأبطال. يتفضل معالي وزير التربية والتعليم والشباب علي عبد العزيز الشرهان، وسعادة الأمين العام لهيئة الشباب والرياضة سعادة سلطان صقر السويدي، والأستاذ أحمد عيسى رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، وسعادة إسماعيل القرقاوي رئيس اتحاد الإمارات لكرة السلة، وأيضا أمين عام الاتحاد الآسيوي المستر يوجو هوك لتتويج الأبطال. ويتفضل كذلك الشيخ سعود بن علي آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة السلة ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة السلة، ويتفضل أيضا في مراسم تتويج الأبطال صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن بدر بن سعود بن عبد العزيز رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة، وأيضا الأستاذ خالد حبوباتي رئيس نادي الوحدة السوري. يتفضل الرجاء من اللاعبين أصحاب المراكز الثلاثة الأولى الوقوف خلف المنصة. فريق الاتحاد السعودي، أيضا فريق الريان القطري صاحب المركز الثاني خلف المنصة لو سمحتوا شباب. البداية مع تتويج الفريق الحاصل على المركز الثالث والميداليات البرونزية في البطولة الآسيوية الثانية عشرة لكرة السلة، فريق الوحدة السوري. التربية والتعليم والشباب الدكتور علي عبد العزيز الشرهان يتوج فريق الوحدة السوري بميداليات المركز الثالث بعد أداء رائع للفريق السوري وإقصائي لحامل اللقب فريق الحكمة اللبناني في هذه البطولة.
مبروك لفريق الوحدة السوري المركز الثالث، والدور الآن على صاحب المركز الثاني في هذه البطولة فريق الريان القطري الذي قدم مباريات رائعة في هذه البطولة وأثر المباراة النهائية بعد نهائي مثير مع شقيقه السعودي. فريق الريان القطري والميداليات الفضية والمركز الثاني في هذه البطولة. لابد أن نقول أننا هنا نشاهد فريق للمستقبل باعتبار أعمار الفريق وباعتبار ما يقدمه الفريق القطري الآن من أداء جميل في المناسبات الخليجية والآسيوية. بالفعل المدرب كمان كنت أقول عنه قبل فيصل، أنا مدرب صغير منه كبير بين بالعمر، بس خبرة وهادي على الهداوي مع الفريق بيمشي وعرف شو بدهم. هو بالنسبة لمدرب بهذا العمر صعب كثير انك تجده بهذا الاتزان وبهذا الثبات في الاختيارات. صحيح. وهذا يعني لا شك انه شيء اضافي لمصلحة الان الدور المدرب. على تكريم ابطال اسيا الميداليات الذهبية والمركز الاول لفريق الاتحاد السعودي. معالي وزير التربية والتعليم والشباب الدكتور علي الشرهان يقلد لاعبي الاتحاد السعودي أبطال آسيا الميداليات الذهبية كأبطال للبطولة الآسيوية 12 لكرة السلة. بطولة الأندية الآسيوية لكن 12 نسكافيه اي بي سي تشامبيونز كاب، والتهب على صدور اللاعبين السعوديين من الاتحاد السعودي بكل فخر. اكيد دمعات الفرح كانت عم تكون لفريق الاتحاد السعودي. الميداليات الذهبية لابطال اسيا ريان قطر معليش، ايضا التكريم من قبل معالي وزير التربية والتعليم والشباب راح يكون عندهم، وكذلك من صاحب السمو طني امر مهم جدا بالنسبة للاتحاد السعودي نشير له رئيس الاتحاد السعودي سيطر في السلة هذا الموسم الدوري الكأس المثلث الماسي الان البطولة الاسيوية. اعتقد انه يعني سنة لا تنسى بالنسبة لهذا الفريق. مبروك لفريق الاتحاد السعودي زعامة القارة الآسيوية لكرة السلة. ايضا هناك تكريم خاص من صاحب السمو الملكي الامير طلال بن بدر بن سعود بن عبد العزيز رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة لمعالي الدكتور علي عبد العزيز الشرهان وزير التربية والتعليم والشباب. مبروك بنقول كمان مرة للاتحاد السعودي على البطولة.
يلي بيستاهل ان يكون موجود فيها ريان قطر هارد لاك. وكنا عم نشوف كمان هذه الهديه التذكاريه من صاحب السمو الملكي الامير طلال بن بدر بن سعود بن عبد العزيز رئيس الاتحاد السعودي لكره السله. نشاهد هذه البطولة ككل نقول بأن المباراة النهائية، ولكن لا ننسى الوحدة والحكمة، المباراة اللي يعني استقطبت جماهير غفيرة، وافتقدنا بكل صراحة للجماهير اللبنانية في المراحل الباقية من هذه البطولة. أنا متصور فيصل إنه راح يكون في بطولات، كنت عم بقول على طول البطولات هي بتكون على البواب. أكيد فريق الحكمة عمل إنجاز كتير كبير سنتين ورا بعض، مش كل فريق في كل سنة يكون حاضر أو موجود، فيكون حاضر بس تعرف الظروف كمان، كل فرقة بتتحضر وتتقدم. مثل ما قلت انت قبل 99 الاتحاد السعودي كان بالسيمي فاينل، كان بالفاينل السنة الماضية 2000، نعم. هلا بالمباراة النهائية صار جاهز كمان حاضر، فريق بنحترمه كثير ريان قطر، السنة شايف مستواه قد ايه عالي. انا قلت شغلة انه في المربع الذهبي كنا عم نشوف ثلاث فرق عربية، هيدي مهمة كتير، ومباراة نهائية على كل القارة الآسيوية، فريقين من العربية اللي هن السعودية وقطر والسنة الماضية كمان، فهيدي شغلة كتير مهمة. نحن أنا وياك ناطرين لحتى هيك نختم، فينا نقول شيء كتير حلو، عيد كنت عم بقول على طول وعرس لكرة السلة يلي شافوه على محطات بحبوا يشوفوها على الـ LBC الفضائية اللبنية، محطة قناة أبو ظبي الرياضية، تعاونكم معنا كتير كان كمان يعني ضيوفنا في أرض الإمارات، وبطبيعة الحال لأول مرة ربما نشاهد فضائيتين عربيتين في مواعيد رياضية بهذا الانسجام وبهذا التعاون المثمر، ونرجو أن يتكامل هذا التعاون إلى مراحل قادمة ومواعيد قادمة إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. على كل حال بهالوقت مع الصور التذكارية لفريق الاتحاد السعودي، مبروك بنقول لأحرازهم البطولة 12 للنسكافيه تشامبيونز كاب، البطولة نسكافيه الأندية الآسيوية، أبطال دوري لكرة السلة. مباشرة عم نكون معكم، كنا بدبي يلي دبي استقبلت أو صالة النادي الأهلي استقبلت هالبطولة بشكل كتير كبير، حسينا ب أكيد بلدنا الثاني موجودين فيه في الإمارات العربية المتحدة. بعدنا بانتظار كمان إذا فينا ممكن نحكي مع رودز، يعني فيصل رجل المباراة وكل MVP تبع كل هالبطولة، جوني رودز. رودز الميكروفون فور جوني رودز. Congratulations, thank beautiful you, cup. Thank you. You deserve it. You are the best. You are the best. I appreciate it. And you deserve it also at Ittihad team. Yes. You are playing the game. And what do you think about this final game? You were really ready to face up the Ryan team, especially at the end of the quarter, the fourth quarter. Yes. I thought that these guys are a really, really good team, and they play really well together. They came out the first half and they had us in a hole, but we came out the second half. Everyone played really hard defense. We knew rebounding was the key, and we just wanted to push the ball. And with the rebounding and the defense, we came back and we were able to force it to overtime. And that's where we took the edge. Johnny Rhodes, you are for the second time with Al Ittihad in such a competition. What's your opinion about this experience, this new experience now? Well, I thought that everyone came out to play very, very hard. I thought ever since I came here and started practicing with these guys really gave it all that they had. And that's all you can expect from a team. Johnny, congratulations one more time. Thank you very Final much. Final question, what's your plan? Right now it's up in the air. So yeah? I'm just excited to have, you know, have a successful tournament. And hopefully we'll see you in the future. Congratulations, Thank you're you simply much. The best. Thank you. For you and for the team. Thank you very much. They did a great job. إذا فينا بهالوقت علي المغربي نحكي معه ونرجع نحكي المغربي عفوا نحكي معه ونرجع نحكي كمان مع الجهني.
I would like to talk to your teammate. Congratulations. You are the best. ونستقبل الآن علي المغربي. علي تعود اللقاءات الصحفية واللقاءات التلفزيونية. عم تحكي معقول تعلق يصير بدلنا يعني يصير موجود على التي في بعد بكير بعدك كتير كتير منيح مستوى رائع ولا أحلى من هيك فيصل أعتقد تسأله أول سؤال فضل بالنسبة لعلي المغربي بعد الزواج يعني بشهر يتوج بالبطولة الآسيوية بعد ستة شهور زواج يتوج بالبطولة الآسيوية يعني أعتقد أنه يفتح مرحلة جديدة من حياته يعني الرياضية والشخصية يعني كمان يعني أنت فيصل مستعد صار لك مجوز 11 شهر يعني 11 شهر أيوه. يعني أنت شي شهر ونص صار لك هيك بتعتبره منيحة منيحة تضلك تحس حالك نشيط علي سوري عم جرب نكون بمرح لأن أنتم بحالة فرح هارد لك لريان بيستاهلوا يكونوا على المباراة النهائية معكم قمة الباسكتبول الكرة السلة الآسيوية شو رأيك شو إحساسك أول مرة بتحرز هالبطولة الآسيوية كنت لاعب بكل معنى الكلمة موجود وين ما كان أنا بهنيك أعطينا رأيك بالنسبة وإحساسك بالنسبة لهالمباراة النهائية الحمد لله على كل شيء توفيق من الله المباراة اليوم مباراة قمة احنا طول المباراة كنا مسكين الجيم مشينه زي احنا ما نبغى تمشي الجيم الريان لو لعبنا معاهم ترانزيشن حيكسبونا لكن احنا مشينا الجيم سلو اللي هو اللي احنا امكانيتنا احنا وهذا اللي قدرنا نتغلب عليه جاتنا فرصتين الفرصة الاولى في على نهاية الشوط الثاني انه نكسب الجيم لكن ربنا ما وفقنا بالشوطة لكن الشوط الثاني صار فيه شوية ذكاء بدل ما انه صار يعني يبغى يشوت من برا لعبنا اندر ذا باسكت اخذنا سكور فاول انتهى الجيم ولعبت برات الجيم كمان لعبت اوتسايد جيم انت شفناك عم تشوت 3 بوينتس الحمد لله خاصة بالمرحله الاخيره من المباراه لانهم مسوين دبل تيم ولا تحت الباسكت هم عاملين يعني عارف صعب انك تخش تحت الباسكت لانهم طوال لكن انا عندي امكانيه اني اقدر اشوت من برا يعني عندي ثقه في نفسي ان انا ممكن اشوت واضح الحمد لله وهذا كله توفيق من الله يعني فريق الريان فريق كبير لو ما هو كبير ما كان وصل للفاينل علي ربما اسالك حول المدرب الاماراتي عبد الحميد ابراهيم اللي بيدرب فيكم في المده الاخيره حاز معاكم لقبين في السعوديه لقب اسيوي الان ما الجديد الذي اضافه عبد الحميد ابراهيم ابن الامارات لسله الاتحاد السعودي الحاجه الجديده اللي اضافها الاستاذ عبد الحميد انه عرف نفسيات اللعيبه عرف يتعامل مع نفسيات اللعيبه عرف يوظف اللاعب فين يلعب يعني تحس اللاعب واقف مكانه يعني المكان اللي هتيجي فيه الكوره ممكن يشوتها يعني ضامن نفسه مرتاح بيلعب هو مرتاح بيهيئك قبل الجيم بيهيئك نفسيا انك تلعب يعني في بعض اللعيبه في المباريات يعني يكون اتشن يعني عارف متحمس يبغى ينزل يعمل يعني اشياء كثيره لكن تتقلب عليه عكسيه الاستاذ الحميد بيحاول يسوي لك سلو داون بيقول لك خليك بشويش في الملعب لا تعجل من نفسك وهذا اللي قدرنا نتحصل عليه الشوط الاول طلعنا مغربين 10 نقاط دخلنا في التايم في بين الشوطين قال لنا انا لو سالتوني ايش الافضل اني انا العب فيه قال انا اتمنى اني اطلع مهزوم الشوط الاول ولا اتمنى اني اكون ليدي لانه اللي يجي يعني مهزوم حيدي كل ما شيء معنا حيقاتل في الملعب وهذا الشيء اللي احنا سويناه الشوط الاول كانوا الريان متوفق لدرجه عاليه دليل نسبته كان 69% يعني نسبة جدا عالية رقم 9 كان موفق ياسين رقم 4 الشوط الثاني قدرنا نعمل عليهم كنترول السكور كان عالي قمة آسيوية لعبناها قمة خليجية ريان والاتحاد السعودي الحمد لله ربنا وفقنا هذا كله توفيق من الله مبروك عليك كمان مرة وموفقين وإن شاء الله بتكملوا بالفرح وبالعيد تعوشوا بالسعودية توني بس أحب أقول لك يعني أبغى أهدي هذه المباراة لأنه صراحة الواحد بيتمنى يطلع يعني التلفزيون كثير أكيد 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 الصراحة أحب أهديها للوالدة الغالية اللي قاعدة تدعينا من أمس على مباراة الوحدة قاعدة تدعينا عندي ستي برضو سافرت المدينة مخصوص تدعينا في المدينة في هيثم رحيم سافر برضو دعانا في مكة أحب أهدي إلى أم صالح وإلى زوجتي الغالية أحب أهديها لأم فهد إهداء كبير وأم محمد برضو وأقول لهم ألف ألف مبروك ومبروك للنادي الاتحاد السعودي وللشعب السعودي وإلى نادي الاتحاد خاصة إنه نادي الاتحاد أثبت جدارته ببطولة آسيا الله يخلي لك إياهم وبيوصلوا أكيد على الـ LBC الفضائية على طول على قناة أبو ظبي وعلي رح نحكي هلا ما تذكرت بعد شوي شيء رجع نحن هون الله يخليك اعتقد ننتظر في عبد الحميد ابراهيم مدرب الاتحاد السعودي ولكن الشباب واخذينه على طول عبد الحميد ابراهيم بس كوتش يعني شيء كثير
best coach أكيد. يعني في مفهوم الرياضة أحيانا الواحد لما بيتكلم عن المدرب يتكلم كأنه يتكلم عن المربي أو الأستاذ يعني. أكيد. عبد الحميد إبراهيم best coach ابن الإمارات في الإمارات مع الاتحاد السعودي، ما هي مشاعرك، ما هو انطباعك بعد هذا التتويج للاتحاد والتتويج الشخصي لعبد الحميد إبراهيم؟ شعوري لا يوصف في اللحظة هذه. اهدي هذا حق كل واحد كان موجود على الشاشة الـ بي سي او على ابو ظبي الرياضية. اوعى تنسى ابو ظبي الرياضية. انت معانا. كل واحد كان متعاطف مع عبد الحميد ومع نادي الاتحاد اشكره، وهذا اجب دعواتهم. انا متأكد من الناس هذه كل اللي تشاهد لازم في دعوة راح توصل منها، وهي اللي وصلت اليوم. ممكن دعوة طوني بارود؟ ممكن. لا ولا بتستاهل كوتش، بتستاهل تكون افضل مدرب. امبارح تتذكر انا قلت لك مباراة نصف نهائية انه عملت كتير مجهود، وهلأ علي قبل شوي المغربي كان حكي لازم نحكي عنك. الله يخليك. وبتستاهل تكون موجود. هارد لك لريان، يعني صرنا إلينا يمكن 50 مرة هارد لك، بس لان فريق بيستاهل يكون يكون موجود مباراة نهائية. قمة كرة السلة ختمتها انت، ومبروك لك، وان شاء الله ايامك على طول نجاح. و مع الاتحاد السعودي اللي قلت له اياها عدة مرات لفيصل انه استويت هالسنة مع الاتحاد ومعك وربحتوا هالبطولة. الحمد لله. وطبعا انا جدا سعيد على المستوى المباراة اللي ظهر فيه كأحداث. طبعا احداث المباراة جدا ممتعة، تعطي المشاهد. واحنا محتاجين مثل ما قلت لك امس واكرر مرة ثانية، محتاجين نطلع بالكرة تسلم، محتاجين من يعاونكم ان شاء الله. ابو ظبي ناويين يمشون خطاكم ان شاء الله. ايد بايد ان شاء الله. وبدون قناتين هذول افتكر. فكرت نحن بدون نحن. لا الله يخليك. قناتين. هيك عبد الله. طيب الله يخليك. اوكي. على كل اذا هكذا نصل الى نهايه هذا البث المباشر لهذا الحفل السلوي الكبير بين الاتحاد السعودي والريان القطري، نهايه بطوله الانديه الاسيويه 12 هنا في دبي في ضيافه الامارات العربيه المتحده. توني اعتقد انه الساده المشاهدين على ال بي سي الفضائيه اللبنانيه او ابو ظبي الرياضيه كانوا مدللين هالايام والحمد لله. ان شاء الله. على كل حال انا بتمنى والعيد بكمل معكم. مبروك لكم وبحب لكم. مبروك. شكرا. بحب لكم انه شكرا تابعتوا كل هالوقت معنا على المباريات على الفضائيه اللبنانيه. مباراة لكن النهائية شفتوا عشتوا العيد على ال بي سي وعلى قناة واو، محطة واو وقناة ابو ظبي الرياضية. شكرا لقلبيتوا معنا. ان شاء الله على طول انه يبقى عايشين العيد. وتذكرتوا انه من كم سنة نحن على طول عم نعطي موعد لنتلاقى، ولما اللبنانيين بيعطوا موعد لألهم ولكل العرب نتلاقى على طول بهيك احداث وانجازات. الحكمة ما تمكن انه يربح السنة، ولكن البواب بعدها مفتوحة والانجازات على البواب. الانجازات لكن على البواب. بنكمل معكم بعدين احداث جاي كتير ان شاء الله نحرزها لبنان. مبروك كمان مرة للسعودية. ما تنسوا الموعد تتلاقوا على طول مع بعض، هيدا اللي عودنا لعبة كرة السلة والرياضة انه نتلاقى لبنانيين وعرب مع بعض. شكرا اللي بقيتوا معنا، ان شاء الله بنبقى بنتلاقى على طول على شاشة ال بي سي. شكرا، باي باي.